شوف كاينه واحد الغبش راه في راسك الداخل وفي راسي انا، كاين واحد الغمه لازم نحوها الان، وهي اننا اذا عمد خفت باللي رانا كاع جماعه كاع ولاد حومه، الغاشي كاع راه مضروب، رانا كاع كيف كيف الجماعه، الناس كامل كامل هكذا نحس بينا احنا هكذا. يا ترى الله يوم القيامه حيلمنا كامل يسالنا مره واحده، قلنا جماعه ولاد الحومه الفلانيه واش درتوا فيها؟ قول الله كان اللي كان يصلي كان ما كانش يصلي كذا، قلنا روحوا كاع. لا لا، هل يسالون فردا فردا ام جماعه جماعه؟ سيسالون فردا فردا. من هنا جت هذيك، مادام انا راح يحاسبني وحدي، يعني ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا، وحدك تجي فردا فردا، كل واحد وحده. انا منا نحبك تركز انك ستسال وحدك. دوك انت كيما راك هكذا اجبد روحك على الجماعه، ما تقولش احنا راح نسالوا كاع جماعه كيما رانا في 10 ننظروا في 10 ربي يسالنا كاع في 10، لا باس لو معنا واحد يقدر يدير لنا ليكيليبراج. ما كاش هذه، ما كاش ما كاش. هذاك اللي راك انت معاه اللي راك مقودو ومعنقو وصاحبه وترقد معاه وتسافر معاه وتضحك معاه وراك تستانس به في المعصيه، ما حش يسال معاك، انت وحدك هو وحده. يعني واش معناتها؟ معناتها نعاودوا نقولوا النصيحه. وش هي النصيحه؟ احرص على ما ينفعك، شوف مصلحتك، دبر روحك، شوف كيش تسلكها، انسى الناس الاخرين، هادو ما يونسوك برك. كما يقولوا احنا عندنا شعب ممكن تتونس به بصح غير ما تعولش عليه، تسمى ما تعولش عليه. هكذا يوم القيامه لن تغني نفس عن نفس. اذا كان المولى سبحانه وتعالى قال لنا يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، علاه هذا الشيء كامل؟ في الايه الاخرى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. اذن الان لابد من العيش الجماعي في الدنيا ولكن التفكير الفردي في الاخره، هكذا تمشي الحاله. في الدنيا ننصحك تنصحني نفكروا في بعضنا نوكلوا بعضنا، واحد ما عندوش مريض نزوروه، جنازه نمشوا فيها، انسان ميت نترحموا عليه، ما كاش مشكل نعيشوا مع بعضنا البعض. بصح نقول لك واحد حاجه، انا راني ننصح فيك على مصلحتي، انا راني نستثمر فيك، انني حاب يوم القيامه ندخل الجنه على ظهرك. وعلى بالك علاش تصدقت عليك صدقه هذه ماشي على جالك، باش نبيك ندخل الجنه. وعلى بالك علاش انا جيت زرتك وانت مريض باش ندخل انا الجنه. وعلى بالك باللي انت الوالد نتاعي علاش نبرك باش ندخل الجنه، والام نتاعي علاش اني بار بك باش ندخل الجنه، الجار نتاعي علاش اني نحسن اليك، انا نستثمر فيك. اذا انت بالنسبه لي استثمار، وانا بالنسبه لك استثمار، احترامي لك واحترامك لي استثمار. اذا لازم تكون اناني في قضيه الاستثمار، لازم حنا نشوفوك انسان محسن وراك تفكر فينا، بصح مور الظهر انت اناني باش تنجح يوم القيامه، هذا هو القانون اللي ينجحوا به. لو كان تجيب الانانيه هذيك تحطها في الدنيا تخسر. نولي انا اناني، عندي المال ما نعطيكش، انت فقير ما نعطيكش، انت مريض ما نزوركش، نفكر في وقتي، واش انا نخسر على جالك ساعه، نجي على جالك سبيطار ونزورك، اناني مشغول عندي شغالاتي. تسمى الان كون نولي اناني في الدنيا ما ينتشرش الخير. الانانيه تاعي واش نديرها؟ نحطها في الاخره ونخدم عليها في الدنيا. هنا لازم نفهموا ونوضحوا الصوره نتاعنا. اما تجيب الانانيه دوكا كل واحد يعوم بحره، كل واحد يدبر راسه، كل واحد يدخل في قبره، كل واحد كذا، كل واحد يغلق باب داره، كي نديروا هكذا واش يصرى؟ نغرقوا. رانا كاع في سفينه واحده، اذا هكذا تفهمها لازم هكذا، اننا نحن الان جعلنا الله جماعه واحده، ولازم نعيشوا مع بعضنا البعض، ما كاش كوكب تعيش فيه وحدك، لازم كامل مع بعضنا البعض، نستانسوا ببعضنا، ونعيشوا لبعضنا، بصح باش ننجحوا كل واحد يستثمر خوه. انا راني نحسن فيك الاخلاق. وصبرت عليك، ظلمتني وصبرت عليك، ماشي عليك انت ولا انا باش ندخل بك الجنه. لماذا؟ ان احسنتم احسنتم لمن؟ لانفسكم. اذا احسنت لك ليك انت معناتها احسنت لنفسي، انا استثمر نفسي، هكذا ندير لنفسي دائما. هكذا يبدا النجاح، نجاح تاع يوم القيامه هكذا يبدا. والله هذا هو القانون تاع ربي. ومننا نبداو حنا نفكروا واش راح يصير يوم القيامه؟ واش راح يكون موقفنا مع الله؟ ربي سبحانه وتعالى عطانا واحد الموقف وصفه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. واش قالنا؟ قالنا لن تزول قدم عبد يوم القيامه. الدنيا موت كما كتبها الله، الاعمار كتبها مولانا، واحد فينا ما راح يقدر عمره شحال حيكون،
ماشي المهمة تاعنا، خطيتنا. واحد فينا ما رح يقدر يحكم في روحه ورح يموت، الله يتوفنا في أطهر البقاع يا رب. وواحد فينا ما يقدر يعرف روحه الطريقة اللي رح يموت بها، وإنما يقدر يخدم على الحالة اللي رح يموت بها. الطريقة اللي يموت بها الإنسان، طيح عليه حاجة يموت، ضرب زلزلة يدخل في الأرض يموت، تريب عليه حاجة يموت في الفراش، يموت وهو يصلي، يموت كذا، ما لبناش الطريقة اللي حتموت بها. طريقة أكسيدو، مرض بالمرض، نسأل الله يعافينا ويعافيكم يا رب. بصح الحالة اللي تموت بها، الحالة تموت سكران، تموت ساجد، تموت ترقص، تموت وانت تذكر الله، تموت تقرأ في القرآن، تموت وانت ماشي تزور مريض، تموت وانت راح تبر الوالدين، تموت وانت راح تصل الرحم، تموت وانت تحسن إلى الناس، تموت وانت في حلقة علم. هذه الحالة هذه أنت تقدر ديرها، هذه خدمتك أنت. ولذلك ربي عز وجل قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لو كان جاء قضية الحالة في يد الله تبارك وتعالى، هي وما تشاؤون إلا إن شاء الله، لو كان ربي ما قلناش هذا الكلام، يعني ربي عز وجل قال أنتم تقدروا حاجة واحدة في الموت تتحكموا فيها، هو الحالة الدينية تقدروا تحكموا فيها في الموت. تقدر أنت يا بفضل الله، وما تشاؤون إلا إن شاء الله، الله يتوفانا وإياكم على أحسن حال يرضاه. الآن هذيك الحالة اللي تموت فيها، تموت شاهد، تموت ما بالناس كيفاش راح تموت، هذه هي مصارع الناس، هذه مصارع الناس. ولذلك واش قالنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لنا صنائع المعروف تقي مصارع السوء. مصارع السوء واش معناتها؟ سوء الخاتمة، الموت الأسفة، ياخذ ربي الإنسان أخذ عزيز ما اقتدر، ياخذه هو أوفردوز، خاصة السلعة اللي يدورها ديامات المسمومة واللي راهم يموتوا منها 7 في ولاية و8 في ولاية، يعني كما يقولوا الناس راهي تجمع الحرام على الحرام، مخدرات وزيد مغشوشة، والناس تموت في الأسبوع اللي مضى هنا. يعني شوف الآن ورانا نمشوا، رانا نروحوا الأمور، نسأل الله السلامة والعافية. يعني هذا اللي يغيظنا، الناس في غزة تعد موتاهم بماذا؟ بالشهداء، ونحن نعد موتانا بماذا؟ بالمخدرين، بأوفردوز، بالجرعة الزائدة. شحال العدد؟ 7 10 30. وين؟ واش صرا لهم هذوما؟ كان زوج تقاتلوا لهيه، وواحد ضرب واحد بموش لهيه، وكان الاخرين الباقي كاع الاوفردوز. ماشي شهداء تاع اليهود، لا هذو شهداء تاع حاجة واحدة أخرى كاملة، تاع زنقة واحدة أخرى. ولذلك لازم نفهموا باللي الآن الإنسان أحيانا يتحول من عالم إلى عالم بلا ما يفيق. والعقل تفكير الذكاء، لعلهم يبصرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، يتدبرون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ربي أعطانا عقل أعظم ما نملكه، هذا هو اللي يخليك أنت تبدأ تسقم، تبدأ تفكر، تقول أنا ما نمشيش هذا وراح نروح. ما كاش ناس مشوا في الطريقة هذه ونجحوا،